هذا بهاء اليوم جاب البرجر تحدي، اذا خلص البرجر بدي اشتري له كمان، واذا ما خلص ما راح اشتري له. طيب البرجر؟ اوه كمان انا بدي اكل. شو يا بهان؟ ما راح تخلصوا. انت مو بطل. لا كبير هو. كبير؟ بس انت اذا انت بطل راح تخلصوا. انا كمان صوري؟ ابركي مع بها، بدك تاكلي كمان؟ لا انا بدي اكل كل اللحمة. يلا تعي ابركي هون تنصوري. كل اللحمة. يلا اكلي هون، تعي ابركي هون. تعي ابركي هون. ايه نوري كمان يصور؟ كان بابا كرهته هناك بابا، تمام؟ بابا نوري بابا كرهته هناك بابا، نوري بابا كرهته هناك بابا. ما بده؟ ايه مش آمنة بده؟ ايه أنا بدي بيت. آمنة بدها تاكل. آمنة بدها تصور. أنا بدي أكل كله لحظة. أوه آمنة بدها تاكل كله. أنا بدي أكل كله. أوكي أوكي أوكي. لا تغرف في الجنة. هلا ناكل لا تغرف. ما بدي تاكله. قلتوا بسم الله؟ قول بسم الله على أوله وآخره. على أوله يلا خلص بسرعة يا بهاء. طيب شوفني شو بقلبه، شوف شو بقلبه شو بقلبه شو بقلبه. اوه طيب مو كان شو بها سريع اكثر ولا امنة؟ يلا كان شو مين سريع؟ ما راح يخلص بها. يلا بدا مش ماله حاجة. بتحبوا حدة؟ ها؟ مو حدة. انت بتحب حدة؟ ايه. اذا حدة ما بتقدر تخلصوا. بقدر تخلصوا ترى. اوه يا أمنة أكلي أمنة. إيه أمنة أنا ما أقدر أكل لحمة. يوم لازم تخلصينه. لا ما أقدر أكل كله. معناته أنت مو بطلة. أنا أقدر أكل كله. بها
اوه جبنه وخس وبندوره واللحمه. لا لا تطلعين خس. طيب ما بتقدر تاكلي خس؟ امنه ما تحب خس، حطيه هون انت ما تكبينه. بها ما خلصتوا لسه؟ هو ما خلص ما خلص. بديت تخلصوا. راح تخلصوا؟ اوكي راح نشوف. لا امنه بها قرب يخلص. آمنة بها قرب يخلص. إذا أنت خلصت وربحت شو بدك أشتري لك هدية؟ نينجا. نينجا؟ سلاح في النينجا؟ ما تعبت؟ تعبت؟ انت خسران راح تخسر. لا اوه ظل شويون. ها امنا ما خلصت وامنا مو بطال. انت مو بطلة بهاء بطل. لا راح يخلصوا. بها ما راح يقدر يكمل، ما راح يخلصوا. ما راح تقدر. انت جوعان كثير، راح يخلصوا. ما راح، ظل شوي ما راح تقدر تكمل. ناين. أبنا تركيني أعمل دعم صور بها. اكتبونا بالتعليقات بها راح ينجح ويربح ولا راح يخسر بها؟ اكتبونا. هاي ظلت شويونة. آخر شي راح يربح بها. ربحت؟ ناين لسه ظل شويونة. لا حتى تخلصوا. هاي آمنة تلعب معايا. آمنة تقول بهاء مثلي ما راح يخلص. لا تخلصوا كله، ما راح تخلصوا كله، ما راح. ناين ربح بهاء. بدي اشتري له هدية، هو فائز. شو بده اشتري له هدية؟ اكتبوا لي بالكومنت بالتعليق شو نشتري هدية لبهاء. شو هي اللعبة اللي نشتري له هدية؟ هو بده نينجا.